اليوم يقام مهرجان في جامعة فلسطين التقنية خضوري، المهرجان بصدد طبعا يقيم هذا المهرجان مجلس اتحاد الطلبة والحركات الطلابية أيضا لاستقبال طلبة الجدد، وطبعا بمناسبة الاعتصام الأسرى، وأيضا بمناسبة يعني مؤازرة إخواننا الأسرى في الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال. طبعا نتمنى أن يتم تحرير كافة الأسرى، وأيضا نبارك أيضا بالخطوة التي تمت بخصوص صفقة إخراج الأسرى 1027 أسير وأسيرة، وهذا طبعا فخر لكل الشعب الفلسطيني. طبعا هذا الاحتفال احتفال مشرف بالنسبة للطلبة، ونشكر كل القائمين على هذا الاحتفال. هو تقليد تعودنا عليه في كل عام نستقبل مئات الطلبة الجدد الذين يدخلون إلى هذه المؤسسات التعليمية التي نحن نعتز بها بشكل كبير. واليوم ونحن في جامعة فلسطين التقنية إحدى الروافع الهامة في محافظة طول كرم، وهي تزدهر وتكبر وتتقدم إلى الأمام بافتتاح أقسام جديدة وكليات جديدة، أن نرى مئات الطلبة يدخلون ويدرسون في هذه الجامعة. جئنا اليوم لنشارك مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في هذا الاحتفال الذي نستقبل فيه هؤلاء الطلبة، ونحثهم على التمسك بالعلم كسلاح نواجه فيه كل هذه الصعاب وهذه التحديات وهذه الظروف القاسية التي يفرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي. بالعلم وهذه السمة التي نمتاز بها كشعب فلسطيني، هذه الوصية، وصية الشهيد الراحل ياسر عرفات، علينا أن نحافظ على العلم كسلاح نواجه في المستقبل حتى نبني دولة فلسطين إن شاء الله بعاصمة القدس الشريف. عندنا حفلة استقبال طلاب جدد عم نقيمها كل سنة، يعني عشان نفتح نفوس الطلاب للدراسة، موجود في كل الجامعات وإشي روتيني نعمله كل سنة. طبعا السلاح الوحيد اللي هو التعليم، وأكيد عشان نشجع كل الطلاب على التعليم لازم نغير شوي من التعليم ندخل عليها الحفلات اللي بنقيمها كل سنة. اليوم في عندنا مهرجان احتفال الطلبة الجدد، مهرجان ترحيبي بالطلبة الموجود عندنا في الجامعة. من خلال هذا المهرجان راح نبين الإنجازات اللي كانت مطالبنا بالسابق والبعض المطالب اللي لم تنفذ حتى الآن على أرض الواقع. بنأكد على التفافنا حول قيادة الرمز أبو مازن، وبنأكد وبنأيد إخوان الأسرى في سجون الاحتلال حول معركة الأمعاء الخاوية اللي عم بيكونوا فيها، معركة التحدي والصمود. كلنا بشعار واحد وتحت كلمة واحدة، تحت كلمة فلسطين الدولة 194.